بالنسبة للعفو الشامل، هذا العفو الشامل يعني بحكم الدستور، بحكم المادة 75، يعني مفروض من نواب الأمة، خصوصا أن النواب اللي إحنا نريدهم أو الناس اللي إحنا نريدهم يعني عفو شامل، هذول كانوا زملاء لنا وزملاء شريفين لم تمتد دينهم للمال العام. لو كانوا يبون أي شيء في ذلك الوقت لحصلوا عليه من أموال، من مناصب، أي شيء، لكنهم شامت أنفسهم عن المال الحرام، وشامت أنفسهم عن الخضوع للباطل. وبالتالي إحنا نقف معهم هذا الموقف موقف مبدئي، ولن يعني نقبل بأقل من العفو الشامل لهم، وبإذن الله سوف يتحقق. دام الشعب واعي وضاغط سوف يتحقق بإذن الله.